بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك والله لولا المال ماشي أي قيمة للهين، كلا ولا للنذل قيمة بين حمران العيون. لولا ما يدفع عزيز النفس من عمره ثمن، كلا ولا به شخص منا قد تغربق بالديون. لولا ما كنا بنشقى لجل كسبه دون ظن، ولا بنشقى عند منهم يا بشر له يملكون. هو من ملك له طول عمره عايش، كيف وافتهن وبه يسموه شيخ قومه والجميع له يمدحون. هو عز لابن السوق خلاه شيخ في هذا الزمن، وكم من أحمر عين شاجع بين أسياج السجون. خلى عزيز النفس عايش بين كفه مرتهن، يجلس يكافح طول عمره يا يكون أو لا يكون. لولا ما كان وجبتك رؤتي مع بعض اللبن، ولا صبوحك فول جرة، لا ولا هم يحزنون بالمال. يسكت من تجمل لك جماله دون من تعرف به اللي لك جامل، بينما هم يمكرون به تعرف أصحاب الشدائد والمواقف والمحن، وتعرف اللي لا كمل مالك بلحظة يختفون. يلعن أبوه خلى الذي ما يملكه بين العفن، كبر قليل الأصل وعلاه والجميع له يخدمون. يا مرحبا حياكم الله. طبعا اليوم يمكن ما أشتغل هذه السيارة، راح أشتغلها بكرة، أسوي المعجون الحديد ومعجون البدي وأضبط كل شيء فيها بإذن الله. باقي صنفرة بسيطة فيها بس. فاليوم عندي هذا الفورد، فيها الفرامل وفيها المساعدات، وراح أشيك على الأغراض اللي فيها إذا في مشاكل أو لا. ويا مرحبا وحياكم الله. طبعا رفعت السيارة عشان أشوف القمشة. طبعا القماش الخلفي ما يمسح بسرعة، يطول يعني، بينما القمشة الأمامية هي اللي تمسح سريع سريع. فالقماش الخلفي نظيف ما شاء الله تبارك الله، أساس كذا أنا ما راح أغيره، راح أغير القمشة الأمامية بس. يعني هذا القماش نظيف، يعني يمشي قدام سنة ممكن، فما يحتاج حرام أغيره، حرام أغيره، نغير الأمامي بس. طبعا يوم فكيت الكفر أنا لقيت عند صاحب الموتر هذا، اللهم صلي على النبي، سلك مقطوع اللي هو حق الـ ABS. هذا الـ ABS، هذا حساس الـ ABS، هذا السلك حقه، لقيته طايح زي كده، فهو مقطوع. لا ما أدري فين الوصلة حقته، لكن على ما أعتقد أنها هذه الظاهر، هذه راح أشيك عليها بعد ما أغلق من القمش إن شاء الله. وإن كان إنه مقطوع أوصل بأي طريقة، شوف له طريقة. وأكيد دام إنه مقطوع فهو اللي مسبب علامة الماكينة في الطبلون، الإنجن أو علامة التشيك إنجن في الطبلون، تكون غالبا بأسباب الحساسات هذه، إذا كان مقطوع أو مفصول أو في شيء. فهو مقطوع وما أدري هل علامة الكمبيوتر تولع في الطبلون أو لا، ما شفتها والله، لكن أكيد يعني تولع شيء أكيد. طبعا صاحب السيارة يشكي من الأقمشة، في صوت في الأقمشة، وجاب أقمشة، لكن اللي لاحظته أنا الأقمشة الخلفية نظيفة، الأقمشة الأمامية فيها يمكن نص عمر أو أقل. لكن المشكلة ما هي أقمشة، المشكلة ما هي أقمشة، المشكلة عند صاحب السيارة هذا المسمار اللي هنا حق الكليبر مفقود، ما هو فيه يعني الكليبر، شوفوا مفلوت الكليبر، كليبر مفلوت، في مسمار هنا ما هو موجود. الحمد لله، فما أدري كيف أسوي فيه، لكن بشوف له إذا في مسمار عندي أو ألف له مسمار، وما أدري إيش أسوي. هذا إذا حصلت له مسمار عندي، ما أدري أحصل ولا لا. طبعا القماش يمشي نص عمر، شوف القماش نص عمر يمشي،
المشكلة بس في المسمار هذا حق الكليبر، المسمار هذا ضايع عنده، يوم فكيت الكفر ما حصلت المسمار، أساس كذا الكليبر يلعب. المفروض هذا يكون طابق هنا، وكمان حساس الـ EBS مقطوع عنده دي في الأمام. شوفوا هذا هو مقطوع عنده، والسلك هنا، هذا السلك حق الـ EBS يعني مقطوع من قبل، وموضوع هنا ما أدري هل سبق وميكانيكي يعني اشتغلها وسوى الشغلات هذه يعني معقولة؟ سلك زي كذا مقطوع من هنا لف يحطه هنا أو قطع يحطه هنا، الخلفي هناك كمان مقطوع، غريب أمر السعر هذه. ميكانيكي اشتغلها يعني قبل وسوى المشاكل هذه فيها يعني، أنا مستغرب. والكليبر ضايع مسماره، الله ييسرها إن شاء الله. هذا الآن الجنب الثاني، هذا الآن الجنب الثاني. طبعا الأقمشة كلها شفتها نظيفة الصراحة، ما يحتاج إني أغيرها. القماش هذا، القماش هذا نظيف، كل اللي قدام نظيفة وفي الخلف نظيف، والحساس حق الـ EBS يعني مشبوك. هذا شوفوا هذا الحساس واصل مشبوك. الجنب الثاني هو اللي مفصول وريتكم اياه، والمشكله كلها في الجنب الثاني، المسمار اللي هنا هذا اللي فوق في الجنب الثاني ما في المسمار، مو فيه، ما هو موجود، احتاج مسمار. كمان عنده تهريب في العلبه حق الدركسون، هذا الزيت، هذا الزيت حق علبه الدركسون، شلون تعرفه؟ من خلال الزيت، هي الزيت احمر، زيت علبه الدركسون احمر، هذا احمر. كمان فيه الجلد حقت عمود التوازن متآكلة مرة، شوفوا هذه جلدة عمود التوازن، تخلي السيارة يعني فيها روغة على قولهم، تروغ. وهذه الأشياء اللي دحين أنا اللي شفتها حاليا يعني، باقي ما بعد ما زبط المسمار حق الأقمشة حق الكليبر، يصير أركب السيارة على الحفرة وأكشف عليها مرة ثانية، أشوف إذا في مشاكل ثانية غير هذه أو لا. والحين راح أغير المساعدات. طبعا الجوال هذا عايش على البركة، أشغل كشاف حقه ما يشتغل. نفك المسمار اللي فوق ونفك المسمار اللي تحت ونغير المساعدات إن شاء الله. راح نغيرها، ما شاء الله تبارك الله. هذا ايش باقي ناقص؟ ايش ناقص؟ ناقص الحمالات، يركب لها حمالات هنا للبندق. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا مساعد خربان القديم، كيف تعرفه؟ من الزيت اللي يجي عليه، هو متهالك. هو راح نركب الجديد هذا. طبعا المسمار حق الكليبر ركبته، ركبته وغلقته، باقي السلك حق الـ EBS طبعا صورته لكم انا المره الاولى، ومقطوع من حده يعني ما ينفع نظبطه، اساس كذا بغير له سلك EBS، سلك بحساسه كامل. فجبته والان بنظفه، اللي هو هذا من التشليح. طبعا الراس وسخ، لازم يتنظف بعد كذا ركبه. هذا القديم اللي كان مقطوع،
وهذا اللي للتشريح، طبعا نظفته. طبعا شوف، هي القطعة هذه مغنطة، مغناطيس تسحب كل شيء يعني. اللهم بركب. وهي بكذا ركبت الحساس، كذا انتهت من الحساس، ركبت المسمار، راح اركب الكفرات.